ساحة الأرصاد الجوية ترتقب اليوم الغد بإذن الله أجواء شبه مغشاة نحو كل السواحل الوسطى والغربية. تبقى نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر مع تشكل الضباب. خلال الظهيرة أجواء شبه رعدية ستميز كل هذه السواحل. تبقى أجواء مشمسة على العموم بالمناطق الشرقية، لكن خلال الظهيرة احتمال لبعض الأمطار المحلية التي ستكون رعدية نحو الهضاب الوسطى وكذلك الغربية. أجواء مغشاة جزئيا بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي ومشمسة تماما من الجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، مع تطاير للرمال محليا بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستتراوح ما بين 17 إلى 21 درجة بسواحل، وما بين 14 إلى 16 درجة بالهضاب العليا ومنطقة الأوراس. ترتفع بالمناطق الداخلية الغربية لتقارب 23 درجة بغليزان، نفس المقياس ببسكرة بورقلة حسيم سعود، كذلك بتندوف 18 فقط بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، وتصل إلى 26 درجة كعلى مقياس بالصحراء الوسطى. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد نتيجة دائما لهبوب تيارات جنوبية غربية ستبقى مرتفعة تفوق المعدل الفصلي، تصل إلى 37 درجة بغليزان، أعلى مقياس ب 38 درجة نحو تلمسان، 29 إلى غاية 34 درجة نحو سواحل، ما بين 26 إلى 32 درجة بالهضاب العليا ومنطقة الأوراس، 33 درجة بمنطقة الواحات، 31 درجة بالصورة ومرتفعات تمن راس، تقارب 37 درجة بأضرار بتميمون وتندوف، وتصل إلى 38 درجة كعلى مقياس ببرج باجي مختار وعين قزام. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى جميل على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة خلال الصبيحة تصبح معتدلة خلال الظهيرة نحو السواحل الوسطى والشرقية، الاتجاه سيكون من شرقي إلى شمالي شرقي على كل السواحل. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الثلاثاء، تبقى دائما الوضعية الجوية مستقرة، تيارات جنوبية غربية تبقى تعمل على ارتفاع لدرجات الحرارة، أجواء مشمسة على السواحل، شبه رعدية بالمرتفعات الوسطى، ضباب وسحب سفلى خلال الصباح نحو السواحل الغربية، تصبح الأجواء مغشاة جزئيا خلال الظهيرة، احتمال أمطار رعدية محلية خلال الظهيرة نحو منطقة أو الهضاب الغربية، وتبقى أجواء مستقرة وصحوة على أغلب المناطق الجنوبية، درجة الحرارة تبقى مرتفعة خاصة نحو المناطق الوسطى والغربية. يوم الأربعاء بإذن الله ضباب محلي خلال الصباح الباكر على كل سواحل، تتبعه أجواء مشمسة على العموم بكافة أرجاء الوطن عدا بعض السحب الركامية التي ستتشكل بدون فعالية على منطقة تندوف والهضاب الغربية، درجة الحرارة تبقى مرتفعة. يوم الخميس نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم الأربعاء، وطيلة هذه الفترة ستنشط بعض الزوابع الرملية نحو الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب تجعل الرؤية ضعيفة.